الآن 10 صباحاً في ضواحي تونس. فاطمة عطار عمرها 12 سنة، تتجه الآن ككل شهر إلى مستشفى الحبيب ثامر لاستشارة الطبيب. لها موعد مع الطبيب الاختصاصي في مرض أبناء القمر، هذا المرض الوراثي الذي تعاني منه فاطمة والذي يجبرها على ارتداء قناع يقيها أشعة الشمس كلما خرجت من بيتها. شو أحوالك فاطمة؟ لاباس. لاباس؟ شو عاملة في الدار؟ لاباس. تخرج لبرا؟ لا معاه. وقتاش تخرج أنت في العشية؟ مع 8. مع 8؟ باهي. تمشي تو في سلاعة تخلع؟ وين ماشي؟ فرنسا. مش الفرنسا، مش باش تحضر في الكوم تاع لي اكسبي. اي انت فرحانه برشا؟ اي باهي، اجي نشوف لك هذوك لي فيزيون اللي عندك. اي ما ان تكن تحت اشعه الشمس فوق البنفسجيه حتى تتعرض فاطمه الى خطر سرطان الجلد، فتجري عده عمليات سنويا لمنع المرض من الانتشار. فاطمه شوف، عندك هذوما فهمت؟ اللي في خشمك، اللي في خدودك، اللي فوق عينك، لازم نحيهم. اتفقينا؟ بس مش خليهم يكبروا. إذا كانت تقلق نجم نحيهم حتى على مرتين. خليهم. فوالا، يعطيك الصحة. باش نعطيك لي شونتيون تاع لي زيكرو هذوما كيما قلت لك، معناها كل ساعتين تدن لها. وتو في الصيف حتى لداخل في الدار تدن لها. باش نعطيك السيرتيفيكا هذيا قلقوشي في المطار ولا في اي بلاصه باش تثبت لي انها مش مرض معدي في الرحله نتاعك. تفضل. يعطيك الصحه وبارك الله فيك. سلامه. تعيش فاطمه قريبا من مدينه منزل بوزلفه على بعد ساعه من تونس العاصمه في هذا البيت المنعزل، حيث عليها ان تبقى كل النهار في غرفه مغلقه بعيدا عن الشمس وعن اصدقائها ايضا. كلثوم أعز صديقاتها جاءت تزورها اليوم. تلتقي الصديقتان لأول مرة منذ عدة أسابيع، وذلك بسبب مرضها الذي جعلها تغيب عن المدرسة في الشهرين الأخيرين. سي هشام، اش قلت لك؟ قلنا له مريضة ما خش روح واش هذوك كل فهم مسافر عندي خير. ما قلتلكش؟ لا، من مشي الفرنسي جاي جاي. شوف شوف هذي هذي نتاع شوف هزيت ما يويت باش نبدا حاضرة كنقلو مشي للبحر. شوف خطوة فهم نتاعك شو حب باقي ما تتصل في الليل حتى الصباح نصر مرقودش فاطمة اللي تحب علي نشريه ولا اللي تحب علي نعمله ولا، على خطر انا ربي يعلم بي بنتي شنو اللي قاعدة انا نحس فيه. عمل هي تكبر وانا قلبي يحزن، على خطر المرض صعيب برشا وما فيش ان شاء الله يا ربي طب تقل ودواء ويولي المرض ذاك يا ربي داوى وكل. غدا ستغادر فاطمة تونس لأول مرة، فلقد تلقت دعوة من جمعية فرنسية تهتم بأطفال يعانون من هذا المرض. ولكن قبل أن تسافر وككل ليلة تنتظر الظلام للخروج من البيت. الجميع نائمون وفاطمة تبدأ يوما جديدا. De Tunisie pour toi. Papa vous passe
le bonjour. Papa, vous passez quoi? Le bonjour. Et vous remercie infiniment. شوف الطياره نظرها هذيك هي نشوفها مقصده تظهر صغيره تشعل بحال هي باش مصدقاش الكفاها اول مره فاطمه واش هي اول مره شنو الكفاها تطلع يا مش تطلع والله فاطمه في فرنسا فاطمة لا تتقن اللغة الفرنسية ولكن أباها أعد لها جملة تقولها لمشرفي الجمعية الذين سيستقبلونها وهي تعيد الجملة طيلة الرحلة حتى لا تنساها إلا أن مفاجأة تجعلها تتوقف عن ذلك. فاطمة، تحب تدخل البوست وتفرش الميلاد؟ يا مش صدقة. جيت لي أنت لوحدك؟ هذا عمرك أنت فاطمة؟ 12 عام. هذا؟ 12 عام. 12 عام؟ يعطيك الصحة عشان بعد هذا اليوم الحافل بالانفعالات وصلت فاطمة وأمها حياة أخيراً إلى مخيم جمعية أبناء القمر الصيفي الساعة الآن 3 صباحاً وقد جاء السيد والسيدة سيريس المشرفان على الجمعية لاستقبالهما Oui, je crois on que vous êtes fatigué. On va aller s'approcher de la chambre. J'ai apporté un cadeau pour vous de Tunisie. Et papa, vous passez le bonjour et vous remercie infiniment pour votre hospitalité. Et merci, Madame Françoise. Oh, je te remercie beaucoup. Que c'est gentil. Merci. J'espère beaucoup. Que tu vas passer une bonne semaine. Gâteau. Pour moi? Oui. Ah, pour comment vous madame. Saviez que j'aimais les gâteaux? Merci beaucoup, Madame Françoise, pour votre invitation. Ouais, mais je suis très contente de vous recevoir. Merci. Voilà, je pense que tu vas voir d'autres mes enfants, que tu vas voir d'autres enfants aussi. Elle a dormi. Alors là, pour le moment, ils dorment, mais vous allez les voir demain matin. Et puis, j'espère que... Tous ensemble, hein. Vous allez être très heureux et avoir la force après de vous battre contre cette terrible maladie. Merci. Il ne faut pas me remercier. On est toutes les deux, maman. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai compris, mais je ne parle pas en français. Voilà. J'ai compris un peu. Je ne parle pas français beaucoup, moi. Thank you.
ستبقى فاطمة وأمها في هذه المدرسة الثانوية القريبة من منطقة داكس في جنوب فرنسا أسبوعاً كاملاً. تهيئ جمعية أبناء القمر المدرسة لتكون مخيماً صيفياً لأطفال القمر. يبدأ اليوم مع منتصف النهار. يلتقي كل الأطفال في قاعة الطعام هذه. On va peut-être pouvoir enlever le masque maintenant. Hein? Parce qu'ici, tout est protégé. Ouais. Même les néons. Ça va? Ah, ma chère. Ça va, Najet. Alhamdulillah, Nina. Merci beaucoup, madame. Non, mais ne me remerciez pas. Hein? Le but, c'est de se rencontrer et puis de travailler ensemble. Hein? Hein? Voilà, on va aller prendre le petit déjeuner. Hein? Je ne vois pas comme ça. Je vais vous présenter mes... Tu veux que je te présente mes fils? Hein? Viens voir mes fils. Voilà. Tiens. Thomas et Vincent, je vous présente Fatma, qui est arrivée cette nuit pendant que vous dormiez. Bonjour. Inès. T'as vu comment on fait? Voilà, pousse avec les pieds. Et tu te retiens avec les mains. في هذه الغرفة لا يرتبك الأطفال بسبب مرضهم، لأن النوافذ مجهزة بمراشح تسمح بمرور الضوء وتمنع الأشعة فوق البنفسجية من المرور والوصول إلى بشرتهم. لا يشعر الأطفال بالملل هنا، فالمتطوعون ينظمون نشاطات متنوعة للأطفال. الهدف من هذا المخيم هو الاستفادة من الليل والسماح للأطفال بفعل ما كانوا محرومين منه باقي أيام السنة. يتوجه الأطفال في الليلة الأولى إلى شاطئ البحر ليسبحوا تحت رقابة حراس الشاطئ في منطقة سان جون دو لوز. أول مرة رافق مكيكة فرحة. Regarde bien. On reprend. Les canards. بينما يستمتع الأطفال، يتعرف أولياؤهم على وسائل أخرى لحماية أولادهم.
اليوم يستقبلون الباحث الفرنسي البروفيسور سارازان الاختصاصي في هذا المرض. Il y a une chose qui est claire, je pense que vous avez tous compris que c'est une maladie génétique et en fait on connaît beaucoup de choses sur l'origine de la maladie et sur ce qui ne va pas dans les cellules des enfants de vos enfants. Mais c'est pas parce qu'on a compris qu'on va être capable de les guérir parce que c'est quelque chose de compliqué. رغم اجتهادات الباحثين ما يزال المرض دون دواء والحل الوحيد هو الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية التي ترسلها الشمس وبعض المصابيح كمصابيح النيون. On n'est pas capable de soigner vos enfants maintenant. Donc il y a un côté fataliste pour l'instant, c'est-à-dire protéger vos enfants parce que pour l'instant il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Au moins, quand la peau est abîmée, on sait la réparer d'une manière ou d'une autre. Les yeux, on ne sait pas les réparer. Si vraiment il y a une chose à protéger en numéro un, c'est les yeux. La dame elle demande si c'est bien quand elle reste devant la télé et l'ordinateur. Ce sera bien pour elle ou pas? Bah, ça, c'est tout le problème des enfants qui restent à la maison et qui n'ont rien d'autre à faire. Il n'y a pas de problème avec l'ordinateur et la télévision, à condition de ne pas avoir le nez dessus. C'est Mohamed. Eh bien, c'est Momo. Les jumeaux. Que suis-je? Les Dakois. Ça va? Je t'attache. On va les installer direct et puis on les prend un par un. Allez, on est parti. نروح عليه قلنا نروح عليه ما صح نسيبهم يلعبوا شيخين الخشيش شيخين وانت قاعده نحاو على اللي في قلوبهم الكل بعد أيام قليلة في المخيم الصيفي أصبح لفاطمة أصدقاء عديدون تعلمت معهم كيف تقي نفسها من المرض بصفة أحسن في الجزائر كان كاين اللي عندهم مرض كيما حنايا في البلاصة اللي نسكن فيها أنا من بوزلفة فما أربع نعرفهم وفي تونس حسب كلام الطبيب بتاعي قال درجة 900 واحد مرضى بالمرض هذا بصح البرومي جو زعما كي تدخلي ليكول يجو زعما يسقسوك باللي وعلاش راكي ديري هاد الشابو وعلاش كيما حنايا يسقسينا مع الاول من بعد هاديك يبداو يوالفونا ما كي نقول لهم شنو المرض تاعنا وكاعدين ما تبدا يفهموا مثلا نبدا متعدية شو شوك المنظر شوك الخلق نورمال انا طفيه ما نحسبهمش على خاطر هما بالنسبه لي انا حتى شيء معناتها خيال متعدي ما نحسهمش ونسمعهم لكن ساعات صحيح كي نرفزني حد مثلا نمشي للمدير ما نمسوش ولا نضربوش نمشي للمدير المدير معناتها باهي معناتها معايا نقول لك حاجه لو زعما انت ما عيلهمش ما يهمنيش كي تسمعنا ما تهمنيش كاع فيهم ما يهمنيش مهم عندك مهم هاكي تعيشي وهاكي بروتيجي وقاعدة باسكو عندك دي زامي يفهمو مي كاين عباد خدوخر ما يعرفوش واش معناتها هاد لا مالادي بالطبيعة نتوما كثر مني كي تحكيو معايا ناخذ من عندكم معلومة أكثر في المكتب متاعنا الكلاس اللي نبداو قاعدين فيه مش مغطي معناتها فيه شباب حتى ريدو بالله راك هو تدخل الشمس معناتها الأشعة تدخل القسم تاعنا فيه الستارات وفيه لي فيتخ باش هكايا الشمس ما تدخلش قداش من مرة دبي جيت مثلا فرنسا؟ هنا؟ كنا صغار فوزاكم دير فرانسواز تبعتنا رسالة ونجو في هذا المخيم فاطمة وأصدقاؤها محميون ولكن أغلبية الأطفال ليست لهم إمكانية الوقاية نفسها معظمهم من المغرب العربي كما هي الحال بالنسبة إلى سوسن البالغة من العمر
13 سنة وهي تعيش في تونس وتعرض حياتها إلى الخطر كل يوم، فتذهب إلى المدرسة دون وقاية عدا القبعة فوق رأسها. داخل الفصل كذلك سوسن غير محمية، وأثناء الفسحة المدرسية عليها البقاء وحيدة وبمعزل عن الأطفال الآخرين. طول كي أنا قاعدة هنا على السامش، عنديش نخرج البر مع صحابي خاطر على السامش، وأنا قاعدة هنا ساعتين كيكا ساعة بدك ندخل نقرأ. السيد حكيم هو أمل سوسن. أي تفضل سعيد مجيد. لقد أنشأ جمعية في تونس لمساعدة أبناء القمر على غرار ما هو موجود في فرنسا. اليوم يأتي إلى بيت سوسن ليضع مرشحاً على النوافذ ضد الأشعة فوق البنفسجية، وبفضل هذه المراشح ستتحسن حياة سوسن. ترد بالك من هنا؟ سعد مجيد شفتي احنا تو نقيسوا بالقيسات بالمليمتر، خاطر كل مليمتر عندي الحساب نتاعو. واحنا تو نحينا السكوتش او كسكوتش نحيناه من الواحد نتاعو او كتو مبلول الواحد تحبش ما يسقش لهنا. تو سعد مجيد باش نوريك الاشعة بالدوسيمتر. شفت بحث الباب لهنا ثم الأشعة لهنا قديش شفت شي ثلاثة. طب باش نسكر الباب. ها سوسن تجي تفرج معنا لي زوفي طماشي لي زوفي كي عملنا الفيلم. اتفرج توا لهنا زيرو هاكا زيرو 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 ما تماش. ما تبداش تقول لا ثم هنا ثم ريوم تاع شمس ما نقعدش اقعد ليبر هكاك باش تمتي تبدا نورمال في بيتك. على خاطر هو الضوء مش هو اللي قلق، هو الأشعة اللي تقلق، الأشعة فوق البنفسجية اللي تقلق. C'est parti. Vous pouvez grimper et d'un côté et de l'autre. على بنتي وانا قلبي يدق دق لا يا قلتك انت هذا الكل اللي تحب عليه هاك القيطه وي شكا صون برشا حاجات كنت مانيش معناتها ضابطه روحي فيها تويكا فهمت برشا حاجات اللي لازمهم معناتها من لازم نحمي بنتي اكثر من لازم فهمت المرض بالدبل ده وبنتي فرهدت اصل نفسيتها ارتحت شويه مش هي برك مريضه برشا الناس كيفها Et maintenant,
jusqu'à l'année prochaine, hein. Super bien qu'on se reverra l'année prochaine. Comme la fleur, quoi. C'est magnifique.